بس في كارثة بقى فظيعة، ان في ستات خلاص زي القمر وحلوة وشيك وتحفة واليجنت من بره، تيجي تتكلم اللي هو يا ريتك ما اتكلمتي، ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ عايشي بكل سعادة الدنيا لانك اكتر واحدة تستحقيها، ويلا بينا بسرعة جدا 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 مع بعض نسرق من العمر لحظات. عاملين ايه يا احلى بنات واحلى ستات واحلى متابعات في الدنيا كلها؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو للفيديو. الحقيقة النهاردة الفيديو مختلف قوي قوي عن نوعية الفيديوهات اللي بقدمها. كنت بقرأ مقال مهم جدا جدا عن الصمت، فحسيت ايه ده، هو انا ليه ما اتكلمتش مع متابعاتي في الموضوع ده مع انه ريليتد جدا جدا ومتعلق بالموضوعات اللي انا بقدمها. فالنهاردة لو عايزة تعرفي ازاي تطلقي طاقة الجاذبية والانوثة في صمت تام من غير ما تفتحي بقك، من غير ما تتكلمي ولا كلمة، يبقى لازم تتابعي الفيديو ده من اوله لاخره، لان مهم جدا جدا وهيغير حاجات كتير وهيزود طاقتك وجاذبيتك وانوثتك. ومش بس كده، لا ده هيخليكي جذابة واكثر انوثة في عيون الاخرين. فلو انتي متحمسة دوسي لايك بسرعة جدا جدا، واشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، لان احنا هنا هدفنا ان انتي تكوني ناجحة وسعيدة وافضل صورة من نفسك. النهاردة زي ما انتوا عارفين ومعتادين مني في بداية كل فيديو بقولك تشوفي ايه بعد الفيديو ده علشان تزودي استفادتك الضعف. النهاردة انا عايزاكي تشوفي قائمة ازاي تكوني حلوة، ازاي تكوني حلوة بدون ميك اب واسرار الجمال والحاجات دي كلها، تشوفيها بعد الفيديو ده، هتلاقيني سايباها في صندوق الوصف. تاني حاجة برضو هتلاقيني سايبالك قائمة الانوثة كاملة في صندوق الوصف. الحاجتين دول مهمين جدا جدا، من اهم القوائم اللي انا عملتها يا بنات، لان هتوصلك الصورة كاملة. النهاردة هنجمع بين حاجتين، هنزود الجاذبية وهنزود الانوثة من غير ما تعملي اي مجهود في صمت تام. هقولك structure الفيديو هيكون ماشي ازاي. في البداية هقولك ايه اهمية الصمت وليه لازم تتبعي الصمت وامتى تتبعي الصمت. تاني حاجة هقولك الخطوات، اربع خطوات فقط ازاي تكوني جذابة وانثى في صمت. اول حاجة يا بنات، لو انتي بتتسألي هو انا ليه محدش بيعبرني، هو انا ليه محدش مهتم بيا، هو انا ليه مش متشافة قوي كده، هو انا ليه محدش حاسس بقيمتي، فده لانك بتتكلمي كتير، بتتكلمي اكتر ما بتعملي. فالكلام اللي انتي بتتكلميه خلاكي predictable. يعني ايه predictable؟ يعني متوقعة. خلاص الناس كلها حفظتك وقريتك وعرفت انتي في الموقف الفلاني هتعملي كذا، مش مهم لو زعلتي لان بعدها بيومين هترجعي تاني وهتقولي نفس الكلام، لدرجة ان هم ممكن يبقوا بيسمعوا الكلام اللي انتي بتقوليه. فالناس بتبقى مش واخدينك serious، مش واخدينك باسلوب جاد، مش مهتمين بيكي او شايفينك بقيمة اقل كتير من قيمتك. وعلى فكرة انا عارفة ان انتي بتعملي ده بطيبة متناهية، ولكن للأسف الطيبة الزمان ده بتتفهم غلط، فلازم تعرفي الطيبة دي بتطلع لمين وامتى وبيفهمها ازاي. فمن أهمية الصمت هنا يا بنات، وأول حاجة إن هو بيزود الغموض، فبيعمل فضول، فبيخلي اللي قدامك يبذل جهد. يعني إيه؟ بسطلنا الكلام ده، إحنا مش فاهمين. لما بتكوني صامتة، وطبعا في البداية انتوا عارفين اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ده ليه؟ ده لان كله مميزات، هيغير في حياتك، هيغير في الطريقة اللي انت شايفة بيها نفسك، هيغير في الطريقة اللي الناس شايفينك بيها. فالصمت بيخلق حالة من الغموض، بمعنى ان انت مش واضحة، ان انت مش متوقعة، محدش عارف رد فعلك، محدش عارف تفكيرك 100%، انتي مش كتاب مفتوح بالنسبة للي قدامك، ما يعرفش عنك حاجات كتير. انا عايز اعرف حاجات كتير عنك، فبالتالي هيزود فضولي، هيحسسني باهميتك، فبالتالي هعمل مجهود، هاخد خطوة زيادة علشان اتكلم، علشان اتعرف، علشان ادرسك، علشان اهتم بيكي، علشان اقرب منك.
وعلشان كده الفيديو اللي فات الحقيقة اللي انا عملته وبصيت لقيت رد الفعل يعني 60 رسالة على الانستجرام جايالي كان اسمه ازاي تكوني مختلفة عن اي امرأة او عن اي انثى عارفها في حياته. رد الفعل ده حصل ليه؟ لان الطرف اللي قدامها هو مش عامل مجهود خالص، هاملها، مش مهتم بيها، ما بيعبرهاش. مش بتكلم على البنت اللي كانت صاحبة الرسالة تحديدا، ولكن في اغلب رسائل البنات اللي بتجيلي بتكون بسبب الموضوع ده، لان هي فتحت الكتاب على مصراعيه، قالت لي كل حاجة من أول يوم، فبالتالي عارف كل حاجة. طب أنا هتعب ليه؟ أنا هبذل مجهود ليه؟ وخلي بالكو الكلام ده مش بس في الخطوبة، مش بس في الارتباط العاطفي، لأ كمان في الجواز. تاني حاجة الصمت بيعملها، بيعمل حالة من الشو and don't tell. طبعا كلنا عارفين الشو and tell يعني اعرضي وتكلمي أو قول وتكلم، اللي هو جزء من المناهج اللي بتدرس للأطفال في الخارج، يخلوا الطفل مثلا يطلع بكتاب أو يطلع بصورة أو يطلع بلعبة من لعبه أو أي حاجة بيحبها ويتكلم عنه، علشان ده يزود الكونفيدنس ويزود الثقة بتاعة الطفل في نفسه، فبيقول وبيتكلم. لكن انا هنا الصمت هيخلق حالة من ان انت مورية الناس كلها جمالك، جاذبيتك، ايا كان شكلك، ايا كان وزنك، ايا كان ثقافتك، من غير ما تتكلمي، من غير ما تفقدي من قيمتك عن طريق كلام ملوش لازمة، من غير هرطقة، من غير نم، من غير ما اللي قدامك ياخد عليكي فيكسر كل الحواجز اللي بينه وبينك، فبالتالي انت تبقي مش محمية، لان الاسوار اللي انت بتحطيه حوالين نفسك بتحميكي، ما بتدخلش غير اللي انت عايزة تدخليه بس وبالطريقة اللي انت تحدديها. فلما تبقي كتاب مفتوح الاسوار كلها اتكسرت، الحدود كلها تعدت، فانت اصبحتي قلعة غير محمية. انا اسفة في التعبير، ولكن انا عايزة افوقك. دوسي لايك لان الجزء التاني من الفيديو هو ده اللي انتي مستنيه، ازاي تكوني جذابة وتدعي جاذبيتك وانوثتك تتحدث عنك من غير ما تتكلمي ولا كلمة. اول حاجة من الاربع خطوات معانا النهاردة الستايل والبرسوناليتي. يعني ايه؟ يعني الطريقة اللي انتي بتظهري بيها للناس، الطريقة اللي انتي بتلبسي بيها، الطريقة اللي انتي بتنسقي بيها الالوان اللي انتي بتظهري بيها للناس، طريقة الميك اب بتاعك، بتربطي الطرحة ازاي لو محجبة وشعرك الستايل بتاعه لايق عليكي ولا لا لو مش محجبة، اللبس اللي انتي بتلبسيه بيحترم جسمك ولا ما بيحترمش جسمك. انا اسفة في اللي انا بقوله ولكن مهم جدا. يعني ايه؟ وخلي بالك انا مش بتكلم من يعني باك جراوند ديني لان بيسمعني اديان كتير، ولكن ممكن تلاقي بنت وزنها مليان شوية او عندها ديفوهات، حتى لو رفيعة كلنا عندنا ديفوهات في شكل معين في منطقة معينة من جسمها، وتلاقيها لبسة لبس بيبرزها جدا جدا، تلاقيها لبسة حاجة ضيقة بتبين المكان ده بشكل مش مرغوب فيه. فانتي لو فاكرة ان انتي بتتبعي الموضة وماشي على الموضة بحذافيرها فانتي كده واو وكول وما حصلتيش، لأ انتي كده ما بتحترميش جسمك، فبالتالي بيدي ايمج وبيدي صورة مش حلوة عنك. فمهم جدا تكوني انتي عارفة بتلبسي ايه وامتى وازاي وفين. الاربع حاجات دول هيساعدوكي جدا جدا، وانا اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو الجمال الانثوي المادي، روحي وشوفيها تلاقيني سايباه في صندوق الوصف. وهنا كمان عايزه اقولك حاجه، انا في الشغل بتاعي طبعا انت عارفه ان عندي باك جراوندز مختلفه، ففي بنت افريكان، وطبعا انت عارفه الافريكانز دول بشرتهم بتكون عامله ازاي، ومش اي واحده تعرف تظهر وتكون ملفتة وتبان يعني تبان في الزحمة، وخصوصا ان الاختلافات كتير. فبصيت لقيت اول ما بدأت شغل على طول ايه ده، هي عاملة شعرها بني بشكل تحفة، اللون بتاعه عجبني جدا، بعدين الالوان اللي بتلبسها متناسقة جدا، بعدين دايما المانيكير لون الشوز ولون الهير باند، بتعمل حاجات حسيت ان هي مميزة. فالستايل بتاعك بيقول كتير قوي من غير ما تتكلمي عن شخصيتك. فمن الستايل بتاعها عرفت ان هي حد انيقة، ان هي شيك، ان هي بتعرف تنسق الالوان، ان هي عندها ذوق، عندها لمسة فنية، ان هي بتحب نفسها، واثقة في نفسها، لانها بتظهر بمظهر مريح وزي ما بيقولوا انتي مرتاحة في جلدك بدون اي مجهود. تاني حاجة عايزة برضو اقولها لك في جزئية الستايل والبرسوناليتي، حاولي ان انتي find your own voice، تلاقي صوتك زي ما بيقولوا،
تلاقي الستايل بتاعك، تلاقي طريقتك في الزحمه، لان في الزحمه الواحد بيتوه، ما بيبقاش عارف هو عايز ايه. انا يوم بلبس كده ويوم بلبس كده ويوم بلبس كده، انا لقيت دي لابسه حاجه فقلت اقلدها وايه يعني. لا، بيبان قوي قوي قوي، وبيبان الانسكيورتيز بتاعتك. يعني لما زي ما انا قلت لكم على البنت الافريكان دي في الشغل وجمالها بطريقه معينه وعرفت ازاي تبرزه، بصيت لقيت تاني اسبوع في واحده تانية ولا افريكان ولا اي حاجه، بصيت لقيت ان هي بتقلدها، بدات تعمل الضوافر بتاعتها شلك زي ما هي بتعمل، وبدات تلبس الشوز الملون. فالتقليد ده بيبين قوي 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 للي قدامك يا بنات الانسكيورتيز بتاعتك، وان انت مش واثقه في نفسك، وان انت بتغيري كمان، يعني ليه ابعاد تانية كتير. فخلي بالك كويس جدا 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 من النقطه دي، لان اللي قدامك عارف وفاهم ومش غبي. تاني حاجه بقى، بي اورجانيزد. لو عايزه جمالك يتكلم عنك في صمت من غير ما تتكلمي، مش بس احنا بندور على الجمال الخارجي زي ما انا قلتلك في النقطه رقم واحد، اهتمي بنفسك، اهتمي ببشرتك، اهتمي بالستايل بتاعك، بتظهري ازاي، الكلام ده كله، ولكن في حاجات تانية بتنم على جمال الشخصيه من جوه، بتخلي الانسان اللي قدامك انا عايزه اتعرف اكتر، ايه ده، دي ازاي قادره تعمل الحاجات دي كلها في وقت واحد. الحاجه اللي عاديه بالنسبه لك ممكن تكون مش عاديه عند غيرك. فتاني حاجه، بي اورجانيزد، خليكي منظمه، خليكي مرتبه. بمعنى ايه؟ بمعنى بشوف بنات الصبح وستات رايحين شغل متاخرين، عمالين يجروا بيحاولوا يطلعوا حاجه من شنطتهم مش لاقيينها، عمالين يقلبوا اللوكرز ويقلبوا الشنط في الارض، ويعني مش مركزين، مشتتين. فده بيدي انطباع ايه عنهم؟ اكيد انت عرفتي زي ما انا عرفت. لكن في المقابل التاني، واحده تانية بتبصي تلاقيها ام، بتبصي تلاقيها شيك قوي وحلوه قوي، واولادها كويسين وامامير وشاطرين وبيلبسوا كويس، وبرضو عندها بوزيشن عالي جدا في الشغل، وبتيجي في ميعادها وبتيجي بصورة جميلة. فالناس بتسأل ايه ده، هي ازاي بتيجي في الوقت وقبل الوقت، هي ازاي منظمة، هي ازاي قادرة تعمل كل ده. فالناس تبدأ تروح وتبدأ تسألها ويبدأوا يعجبوا بيها. فكل ده علشان هي organized، منظمة، مرتبة حياتها، عارفة بتعمل ايه امتى، مش فوضوية، مش سايبة كل حاجة انا النهاردة زي ما اليوم ياخدني. لأ، انتي صاحبة قرارك وصاحبة وقتك، وانتي المتحكمة الوحيدة في حياتك، ولا شغل ولا اهل ولا اي حد يحقله ان هو يتحكم في حياتك. فايوة، بكونك انتي عارفة انتي عايزة تعملي ايه، بنظامك، بترتيبك، بيبين الكثير عنك وعن شخصيتك، وبيزود جاذبيتك جدا جدا في صمت تاني. ده كده بقى الجزء بتاع الصمت، الحاجات اللي بتتكلم عن شخصيتك من غير ما انتي تفتحي بقك ومن غير ما تتكلمي. بس في كارثة بقى فظيعة، ان في ستات خلاص زي القمر وحلوة وشيك وتحفة واليجنت من برة، بتيجي تتكلم اللي هو يا ريتك ما اتكلمتي، ايه اللي انتي بتقوليه ده، اللي هو احلى ست في العالم زي ما بيقولوا اتكلمت فقدت 80% من جاذبيتها. ليه؟ لان باختصار شديد جدا جدا يا بنات، تكلم حتى اراك. انتي من برة حلوة، بس انا عايزة اعرف ان انتي من جوه حلوة ومن جوه كمان انيقة. ازاي هعرف؟ عن طريق كلامك. وزي ما انا اتكلمت عن قوة الكلمة وفيديوهات فن الرد قبل كده، وازاي تكلمي بلباقة المرأة الكلاسي. فنيجي هنا للنقطة رقم 3، لو انتي عايزة تفضلي محافظة على جاذبيتك وعلى جمالك حتى بعد ما تتكلمي، يبقى لازم تاخدي بالك كويس جدا جدا من طريقة كلامك، لازم تاخدي بالك كويس جدا جدا من المانرز بتاعتك. المانرز بتاعتك مهمة جدا، بتتكلمي ازاي مع الاقل منك، مش مهم انت بتتكلمي ازاي مع اللي زيك ومع الاعلى، لا، الملفت اكتر انت بتتكلمي ازاي مع الاقل منك. يعني في بنات تكلم العامل اللي بيشتغل او الساعي بطريقه مش كويسه، في بنات تكلم الويتر في ريستورانت بطريقه مش كويسه، الكلينر بطريقه مش كويسه. فلا، اوعي تفتكري ان انت لما بتتكلمي مع حد اعلى منك بادب ان انت كده كويسه او في الامان، بالعكس، جاذبيتك واناقتك وبين كلاسي وامراه راقيه بيبان مع الاقل منك. هل كمان لما انت بتتكلمي في يومك بتقولي لو سمحتي، بعد اذنك، من فضلك،
شكرا. الكلام ده بيزود قوي 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 جاذبيتك. يعني لو انت كنت جذابة 100% من طريقتك ومن لبسك ومن شكلك، هتكوني 200% بعد ما تتكلمي بالطريقة المهذبة المحترمة والراقية اللي انا قلتلك عليها. وبرضو عملت فيديوهات فن الرد وازاي كمان تردي على الناس المستفزة في فيديوهات هنا على القناة، هتعجبك قوي، هسيبها في صندوق الوصف. رقم 4 معانا النهاردة، ودي من الحاجات اللي فعلا من غير ما تتكلمي بتبين الكتير والكتير والكتير عن شخصيتك، هي الابتسامة. سحر الابتسامة. الابتسامة بتزود الثقة في النفس جدا يا بنات. يعني لو انت بتتكلمي زي ما انا بعمل، بتلاقي الكلام طالع لوحده، بتلاقيكي واثقة في نفسك، بتلاقي اللي قدامك كمان بيستقبل منك كويس قوي قوي، طاقة الارسال والاستقبال مفتوحة. فالابتسامة مهمة جدا لو انت بتتكلمي وبتتحلي بالابتسامة. الابتسامة زي ما انا بقول هي الحاجة اللي انت بتاخدي مقابلها وقتي. يعني زي ما انا قلتها قبل كده في فيديوهاتي، الطالب لازم يقعد يذاكر سنة كاملة علشان يمتحن وبعدين ياخد النتيجة. الابتسامة انت بتاخدي نتيجتها في وقتها. ابتسمتي بتلاقي اللي قدامك كمان بيبتسم، او لو ما ابتسمش بتلاقيه بيستقبل منك وعايز يسمع اكتر وبتلاقيه مبسوط اكتر. انت فاهمة؟ بتلاقي حتى كمان لو انت بتتكلمي في موضوع المفروض تقنعي اللي قدامك بيه، بتلاقي اللي قدامك مقتنع اكتر، فبتاخدي المقابل بتاعها وقتي. الابتسامة حلوة ومهمة جدا، بس ما تكونش عمال على بطل. وخلوا بالكو ان انا واحدة من الناس اللي على طول بضحك، يعني مش ابتسامة بقى، يعني انا بحذرك من حاجات انا بقع فيها، لا بضحك وتلاقيني يعني اكلم اللي قدامي واضحك وادخل في مواضيع، بس بعدين تلاقي ان لو انتي هتقعدي تضحكي طول الوقت مع الناس او مع حد مش صداقة درجة اولى، فانتي برضو بتقللي من جاذبيتك جدا ومن وقارك كمان. فلازم تعرفي انا هبتسم امتى ومش هبتسم امتى. طب انا هضحك امتى لو الموقف مستدعي الضحك، ومش هضحك امتى، لان التوازن مهم جدا جدا. عمال على بطال، لا اي حاجة غير مبررة بتبين قوي ان انتي لا انتي عايزة اتنشن، انتي عايزة اهتمام، انتي مش واثقة في نفسك كفاية. ده الموضوع بتاعنا النهاردة. وفي حاجات تانية عن قوة الصمت وعن زيادة الانوثة بقوة الصمت، وعن ازاي بتتقدمي وازاي بتوصلي لليفلز اعلى كتير 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 في حياتك على جميع الاصعدة من قوة الصمت. لو الفيديو ده عجبك ارجوكي سيبيلي ده في التعليقات علشان ازود من السلسلة دي. لو استفدتي اي حاجة من المحتوى بتاعنا النهاردة، دوسي لايك، سيبي اسمك في التعليقات، وشاركوا الفيديو يا بنات على اوسع نطاق علشان بيكم ومعاكم وليكم هكمل. بحبكم قوي واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة، باي.